بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. إمام أبوه المرتضى علم الهدى، يعني الحسين سلام الله عليه، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، والصن والصهر وفي أيه رسول الله، قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك، ومن عمر له تربة فيها الشفاء، يا أبا عبد الله له تربة فيها الشفاء، عندنا مرضى سيدي أبا عبد الله، عندنا مرضى والله، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، أيذبح ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله ما شاء الله بحر، يا أبا عبد الله أيذبح ظمآنا حسين بك، ما شاء الله، وويله على المذبوح، أيذبح ظمآنا حسين بكر، وفي كل عضو من أنامل وحدي
وحدي وبجفوف ذل اللطم خذي. اي هاي صعبة هاي شوي عليكم سادة سادة أولاد الزهرة. اي 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 خلي اتني حسين وحدي وبجفوف ذل اللطم خذي. اخويا خذي اسمع شتايمهم وعدي من النوم بس يا بعد جبلي. خرجت الحمراء زينب سبيه مع النساء مع الهاشميات والروس امام النساء. الرملة تبكي على القاسم وزينب تبكي على الحسين وعلى الكفيل. لكن عندنا امرأة بعد والده. من هذه المرأة؟ نظرت إلى رأس علي الأكبر. يما يا علي يا علي هالنايب ذليت يما ذليت يا عمود الوسط يا الشايل البيت يما يا الولد يما يا علي يا علي وحيد وعزعد من العذاب ودرتك ذخر الأيام شيب يما شيبي يما ظنيت بيك قطن صيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وشفاء مرضانا وقبول أعمالنا ومجالسنا إن شاء الله صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني خلال مسيرته الرسالية اللي رسالة النبي طالت تقريبا 23 سنة. هذه 23 سنة مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث، إنما مرات وكرات في كثير من الأماكن وفي كثير من المواقف. مولانا العزيز نصب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أميرا على المؤمنين. لكن من أهم هذه المواقف والأماكن هي ثلاث أماكن. المكان الأول أول الرسالة في بداية الرسالة سنطرق لها، وفي وسط رسالة النبي، وفي آخر رسالة رسول الله. يعني ثلاث أماكن اللي عليها الثقل. يعني المكان الأول، تعرفون لما بعث رسول الله في كم سنة عمره بعث؟ كم سنة عمره كان؟ 40. عمر الإمام علي كم سنة كان؟ 10. أحسنتم. في رسالة النبي عمر الإمام علي 10 سنوات، عمر النبي كان 40 سنة. يعني الفاصل بين عمر النبي وعمر الإمام علي شقد؟ 30 سنة.
لما بعث النبي كانت الرسالة شنو؟ بالخفاء، سنة سنتين ثلاث، السنة الثالثة نزلت آية بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، صح ولا لا؟ جمع عمامة من بني هاشم، هاي أول مرة اللي نصب علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالعلن، نصب عمامة بني هاشم، نصبهم جابهم دعاهم إلى بيت عمه أبي طالب. من جملة عمام اللي كانوا جايين حمزة عم النبي، عباس عم النبي، أبو لهب عم النبي، أبو طالب عم النبي، هذول كانوا جايين هم أولادهم جماعتهم أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جايين مولانا مجموعا كانوا 40 نفر، مجموعهم كان 40 نفر، دعاهم كل واحد منهم حسب الرواية يأكل بمفرده، يسمونه المسنة. زين المسنة شنو مولانا؟ هذه الشات أو العنز أجلكم الله، الشات اللي الآن انفصم من الرضاعة توا بدأ بمن؟ بالأكل بالطعام. زين هاي باللغة العربية، كل واحد منهم يأكله تقريبا على قولتنا احنا ذبيحة صغيرة، ها ذبيحة صغيرة يأكلها، أو كل واحد منهم يشرب عس بكامله. العس شنو؟ العس إناء عند العرب كبير، إناء كبير ماعون كبير، هذا إذا تخلي له ماي، لو تخلي له لبن مثلا أو حليب، هذا يشرب له عس بكامله كل واحد منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم كلهم 40 نفر، دعاهم على فخذ شات، فخذ شات واحد، زين شي يكفيهم هذولي؟ زين ما يكفيهم، وعلى إناء واحد، زين إناء واحد فيه لبن، إناء ماعون، هو يكفي الواحد، هو داعيهم كلهم 40 نفر على هذا. فمن دخلوا طبعا كلهم هدوء، ياهو بس يحشي بس أبو لهب. زين أبو لهب من دخل شافهم 40 نفر كل واحد زلم معدلين وهياكل، كل واحد ياكل لهيش، زين هو داعيهم رسول الله على فخذ شات، نظر قال لا يكفينا هذا، ايش يكفينا هذا؟ ايش منطينا انت؟ زين لا يكفينا. التفت الامام علي الى الامام او رسول الله الى علي بن ابي طالب، قال لا عليك تكمل مسيرك. زين كان الطعام جاهز، قال له وزع عليهم يا رسول، يا امير المؤمنين يا ابا الحسن، طبعا هذا بعض الكلمات مني طبعا، ها وزع عليهم الامام علي. هنا الامام علي كم سنه عمره؟ لا 13، عفيه 13 من 40 سنة مولانا كانت الرسالة مالته، 10 سنوات بالرسالة، من بعد 3 سنوات نزلت هاي الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني عمر النبي ايش قد؟ 43، عمر الإمام علي ايش قد؟ لا تضيعون الحساب أنتم مولانا، خليك وياي. زين 13 سنة عمره، قال له وزع الطعام، قبل أن يوزع الطعام أكل منه رسول الله قليلا، شوية أكل رسول الله، بركة الكون والعالم هو بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أكل منه قليلا فوزع الطعام عليهم بأجمعهم، أكل الكل وشبع الكل وزاد من الطعام كأنه لم يأكل منه شيئا. الكل كلوا، كلهم كلوا وكلهم شبعوا، والطعام على نفس الفخذ موجود. زين قال له يا علي، قال له بلا، قال له علي باللبن، هذا الماعون اللبن، جاب شرب منه رسول الله شوية، أخذ شرب من عنده، قال له وزع عليهم. أبو لهب يعاين طبعا كله تباوع، بس أبو لهب هو اللي بس هذا، فوزع عليهم، الكل شربوا والكل ارتووا واللبن لم يتغير منه شيئا على حالته. اللهم صل على محمد. فأبو لهب ما تحمل، قام شاف الأكل ومكانه ما متغير منه شيء، أو شاف أيضا اللبن ما متغير ما ناقص منه شيء، قال لهم سحركم، سحركم ابن أخيكم، هذا محمد بن عبد الله سحركم بسحره، زين سحر الطعام وسحر اللبن، فأكلنا وشربنا وشبعنا ولم يتغير منه شيئا، فأكيد هذا نوع من السحر، خرب القعدة، خربها، قاموا النبي ما قدر يكمل الكلام. يوم الثاني دعاهم بنفس الطعام بنفس اللبن، كلهم أكلوا وشبعوا وزاد نفسه، زين لم يتغير. قبل لا يحكي أبو لهب رسول الله بدأ بالكلام، قالوا يا قومي ويا عشيرتي، وتعرفون العشيرة شنو؟ العشيرة مأخوذ من العشرة، زين
كل ما يشكلون عشرة يعني عشيرة، وعشيرة مأخوذة من المعاشرة، لأن واحد يعاشر الثاني، زين يسمونهم شنو مولانا؟ عشيرة. الشاهد مولانا: يا عشيرتي ويا أهلي ويا قومي. قالوا له بلى. قال: تقصدوني وتعرفوني، أنا محمد بن عبد الله ابن أخيكم وابن عمكم، زين، وإن الله قد بعثني إليكم رسولا، أنا خاتم الأنبياء والرسل، زين، فمن يؤازرني ويواكبني في طريق هذا؟ ياهو يساعدني في طريق هذا؟ ما حد، ولا واحد حجة، ولا نفاخ النار، ما حد. سكتوا. الإمام علي صغير 13 سنة من الباب، قام قال له: أنا يا رسول الله، أنا. قال له: كفء كريم يا علي، اقعد. زين، من يؤازرني في طريقي، يواكبني في طريقي، يعينني في طريقي؟ ما حد حجة. قام الإمام علي قال له: أنا يا رسول الله. قال له: كفء كريم يا علي، اقعد. مرة ثالثة أعاد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ولم يتكلم أحد منهم إلا علي بن أبي طالب. قال له: أنا يا رسول الله. التفت رسول الله قال: إن هذا أخي وابن عمي، إن هذا أخي وابن عمي وثقتي ووصيي وخليفتي من بعدي، فأطيعوا أمره. هذا المكان الأول اللي نصب رسول الله علي بن أبي طالب عمره 13 سنة، هذه المرة الأولى، المرة الأولى التي نصب رسول الله علي بن أبي طالب سلام الله عليه. المرة الثانية اللي نصب رسول الله علي بن أبي طالب، الواقع المعروفة، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك، راح إلى غزوة تبوك، في كل الغزوات علي بن أبي طالب مواكب لمن؟ لرسول الله، بس هالمرة شنو مولانا؟ لم يخرج، بأمر من رسول الله أبقاه وأجلسه في المدينة، ضرب المدينة. في المدينة أكو ناس ضد الإسلام يشتغلون، فالنبي خلاه خاطر علي بن أبي طالب يصد هجمة المنافقين، يصدها، واضح مولانا؟ فمن طلع صارت جماعة ما كانوا يتوقعون أن علي بن أبي طالب يضل، قالوا هسه رسول الله يطلع من المدينة وعلي بن أبي طالب يطلع من المدينة فيظل البيت المطيرة، زين، يلعبون بها وكيفهم بعد، زين، ولهذا رسول الله اتبع خطة محنكة، خرج وأبقى شنو مولانا؟ أبقى علي بن أبي طالب بمكانه. هاي صارت ردة فعل المن على المنافقين، إيش قالوا؟ اتهموا رسول الله، قالوا صار خلاف بين النبي وبين علي بن أبي طالب، وأبقى رسول الله، أبقى علي بن أبي طالب مع النساء في المدينة. هذا شوية جاسك بالإمام علي عليه السلام، صعد على ظهر جواده تبع الرسول، قال له: يا رسول الله، سمعت القوم يقولون كذا وكذا. ايش قال له بعد ما مبتعد النبي؟ قال له: يا علي، اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي. شنو منزله هارون من موسى؟ طبعا خليني اقول لك، انا حكايه خليني اقول لك، قلبك شويه يحوس، ان هذا انت مني بمنزله هارون من موسى من اشهر الروايات عند الفريقين، من اشهر الروايات عند الفريقين اللي وصلت الى حد التواتر، وماكو واحد ينكرها، اللي ينكرها هذا يعني هذا مو منصف، واضح مولانا؟ معاند. من اشهر الروايات، والعجيب هنا اعطيك بعد اضب البراقي اكثر مولانا، الاعجب هنا ان هذا الروايه منقوله من الشيعه بسبعين طريق، ومنقوله من غير الشيعه بمئة طريق، شوف زين، يعني عندهم أكثر مما عندنا، إحنا ناقلينها بسبعين طريق، هم ناقلينها بمئة طريق، يعني ثلاثين طريق أكثر من عندنا. ونقلها فطاحلة الصحابة، زين، كبار الصحابة نقلوا هذه الرواية، اللي أقدر أنا كاتب الأسماء، أسماء الصحابة والرواة اللي ناقلين الرواية كاتبهم واحد تلو الآخر، نعم هذه نعم كاتبهم، زين، سعد بن أبي وقاص، جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري، أسماء بنت عبيس، ابن عباس، أم سلمة، عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك، زيد بن أرقم، أبو أيوب، والبقية، هذول كلهم ناقلين هذه الرواية، رواية المنزلة، رواية المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أجوا الجماعة يلعبون، إيش قالوا؟ قالوا هي صحيح، الرواية من رسول الله منقولة، بس هذه الرواية مختصة بزمن معين، بزمن معين، يمتى؟ لما خرج النبي إلى تبوك، قال لأبويا ظل بمكاني، يعني ما دامني انا في هذه الغزوه انت بمكاني، بس اذا رجعت بعد غيرك يصير، ها؟
يعني قيدوها مثل واحد ياكل لقمه هيك وواحد ياكل لقمه هيك بالمقلوب. ها زين ايش قالوا؟ قالوا صحيح الروايه، توجهني توجهني اخواني عيوني توجه، قالوا صحيح الروايه قال من كنت او الروايه المعروفه انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، صحيح موجوده بس مو مطلقه، مو علي بن ابي طالب مطلقا بمنزله هارون من موسى بالنسبه لرسول الله. ها ابويا قالوا فقط في هذه الغزوه طلع النبي قال له انتظر احسن ماكو غيرك بعد، انتظر دير بالك على المدينه لما نرجع انا. زين واضح شلون فروها مولانا؟ رادوا يعدلونه. احنا شنو الجواب؟ نقول اولا هذا حديث المنزله مو مره اجى، انت مني بمنزله هارون من موسى رسول الله ما ذكرها مره، مو بس فقط في غزوه تبوك، انما ذكرها في المؤاخات الاولى والمؤاخات الثانيه، في مكه المكرمه ذكرها، في المدينه المنوره ذكرها، في مكه المكرمه لما اخى بين المهاجرين رسول الله بين فلان وفلان فلان وفلان 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 زين آقى بينهم ظل علي بن أبي طالب سلام الله عليه بلا أخ، فقام الإمام عليه ظل ماكو بعد ماكو أخو. زين قام الإمام طلع، من طلع خلصت المؤاخات بعد التفت النبي قال لهم أين علي بن أبي طالب؟ قال لي يا رسول الله لم تآخي بينه وبين أحد ولهذا خرج. قال لهم علي بلا أخ وأنا بلا أخ، علي ظل بلا أخ وأنا ظليت ظلت بلا أخ، علي بعلي بن أبي طالب. أجى الإمام علي عليه السلام قال لي يا علي خرجت؟ قال لي يا رسول الله بقيت بلا أخ. قال له وأنا بلا أخ، فأنت أخي وأنا أخوك إلى يوم القيامة. الله صل على محمد وآل محمد. لما قال بعدين هذه الرواية قالها رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من هاي، وين هذه؟ هذه في المؤاخاة الأولى في مكة المكرمة. خاف واحد يقول والله لا هي فقط في غزوة تبوك، لا في المؤاخاة الأولى، في المؤاخاة الثانية أيضا في المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار، ذيك الأولى فقط بين المهاجرين، هذه الثانية الأنصار والمهاجرين آخى مهاجري وأنصاري مهاجر هالحالة هذه، أو أيضا آخى بينه وبين علي بن أبي طالب وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هاي مرتين. المرة الثالثة جابر بن عبد الله الأنصاري يقولها وين؟ في سد الأبواب، سد الأبواب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قديما كان عنده بيبان هواي، أو كل واحد عنده بابين، باب يطل على المسجد وباب يطل على الشارع بيته، باب فلان باب فلان باب فلان باب فلان باب علي واحد من عدن مثلا، ها باب الإمام علي واحد من عدن. إجا الأمر من الله، جابر يقول جابر بن عبد الله الأنصاري يا رسول الله سد الأبواب، سد هذا الباب سد هذا الباب سد هذا الباب، بعد اللي يطب المسجد من يطب مولانا؟ يطلع من الباب الرئيسي ماله ويطب على الباب الرئيسي ماله شنو؟ المسجد. بس الإمام علي، الإمام علي منين يطب؟ من هذا الباب، باب اللي يطل إلى المسجد. زين اجوا سألوه قال له يا رسول الله أنت سديت كل الأبواب وأبقيت باب علي بن أبي طالب، هذا منك أم من الله؟ قال له والذي نفس محمد بيده لهو من الله وليس مني، إن الله أمرني أن أسد الأبواب وأبقي باب علي بن أبي طالب. ثم التفت رسول الله لعلي بن أبي طالب قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ها زين إذن ثبت على أن علي بن أبي طالب بمنزلة هارون من موسى بالنسبة لمن؟ لرسول الله. زين أنا وياك والله تعالى أنا وياك افضل اصحاب موسى ياهو هارون، افضل اصحاب مو احكي وياي اخوته فكرك وياي لو غير مكان وياي بعد، افضل اصحاب موسى ياهو هارون. اذا افضل اصحاب موسى هارون انت مني بمنزله هارون من موسى، يعني افضل اصحاب رسول الله ياهو علي بن ابي طالب سلام الله عليه، لان انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، يعني كل الفضائل الكمالات الكمالات الصفات الكماليه اللي عند هارون هم شنو مولانا عندك؟ اكو بعض الصفات لا ذيك امور اخرى تحتاج الى شرح، الشاهد هاي وحده. ثانيا شو يصير هارون لموسى؟ يصير وزير. نقرا القران انا وياك، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي ويسر لي واحلل عقده من يفقه بعد واجعل لي شنو؟ وزيرا، واجعل لي وزيرا. اذا هارون وزير موسى، إذا هارون وزير موسى يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إذا علي وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش قصارا؟ اثنين أفضل أصحاب الرسول علي ووزير الرسول علي. نكمل الآية، ها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إذا كان هارون أخو موسى
فعلي بن أبي طالب شو يقول عن النبي؟ أنت أخي وأنا أخوك إلى يوم القيامة. إذا شنو الأخوة؟ إيش قصارا؟ ثلاثة. أعطيك خلينا نكمل. اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أشدد به أزري. موسى شد أزره بهارون، رسول الله شد أزره بمن؟ بعلي بن أبي طالب. كل الحروب وكل الغزوات لرسول الله فارس الفرسان بطل الأبطال ياهو علي بن أبي طالب، واشترك مع رسول الله في كل الغزوات زين إلا ما أمره رسول الله أن يبقى زين، وأشركه في أمري أشدد به أزري وأشركه في أمري، صار شريك لرسول الله. طاعة النبي واجبة، طاعة الإمام واجبة، ولاية النبي مطلقة، ولاية الإمام علي مطلقة، وهذا مجرى هاي كلها شراكة بين رسول الله وبين من؟ بين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين هذه بعد أعطيك بعد آية، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هي الهوسة بهاي الآية. وواعدنا موسى 30 ليلة، أنا ناسيها ترى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه إيش قد؟ 40 ليلة. وقال موسى هنا 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 اسمع، وقال موسى لأخيه هارون شنو؟ لا ما تقرأها أنت، ما يسمعونك هو، ما يسمعونك، خلي يسمعون مولانا. وقال موسى لأخيه هارون شنو؟ اخلفني اخلفني اخلفني، يعني شنو؟ يعني هارون خليفة من؟ خليفة موسى عليه السلام. إذا كان هارون خليفة موسى فعلي خليفة محمد. ليش خليفة رسول الله؟ لأن أنت مني بمنزلة هارون من موسى، بس الفرق بينك وبين هارون إلا أنه لا نبي، لا نبي بعد، واضح مولانا؟ إذن كل ما لهارون من صفات الوزارة وشراكة الأمر مع موسى، وكذلك شد أزر موسى بهارون مثلا، ها، وخلافة هارون وبقية الأمور كلها علماً لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين إذن هاي مكانين رسول الله نصب علي بن أبي طالب، المكان الأول وين؟ في حديث الدار، واقعة الدار اللي هو عمر الإمام كان 13 سنة، ها، والثانية في حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، الثالثة والأخيرة في آخر حياة رسول الله، في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله نصب علي بن أبي طالب. وين نصب علي بن أبي طالب؟ عافية كلكم حافظينها، واضح مولانا؟ رجع النبي من حجة الوداع ووصل إلى هذا المكان المعروف بغديري خم، وخلى أقتاب الإبل سوالة منبر وصعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل الناس 120 ألف حاج، والبعض يقولون أكثر أو أقل، نسوان وزلم صغار وكبار، ومن شدة الحر، من شدة الحر هلقد الجو كان حار بحيث أن الناس كان يخلون قسم من ثوبهم فوق راسه والقسم الثاني وين يخليه؟ تحت رجله، واضح مولانا؟ المتقدم رجع بأمر رسول الله، والمتأخر وصل إلى هذا المكان. إيش قد بقوا مولانا؟ بقوا 3 أيام من بعد مناسك الحج. مناسك الحج مناسك شنو مولانا؟ متعبة زين، بيها شايب وبيها مريض وبيها مرأة وبيها كل شيء، ها، صغار وكبار. 3 أيام مقعدهم رسول الله بهاي الشمس والحر والضيم والتعب مولانا، خاطر يقولهم علي بن أبي طالب ابن عمي، خاطر يقولهم علي بن أبي طالب صديقي، خاطر يقولهم علي بن أبي طالب ترى ناصري. تقبل هالحكي هذا؟ هو من اللي ما يدري أن علي بن أبي طالب ناصر لرسول الله؟ عمله كان يثبت ذلك. منه ما كان يدري علي بن أبي طالب ابن عم النبي؟ منه ما كان يعلم أن علي بن أبي طالب كل الصفات لرسول الله كان يحملها؟ زين إذن موقف الناس يا رسول الله، صار لك 3 أيام والناس بالحر والضيم وجاي من مناسك الحج، صغير وكبير، صغار وكبار ونساء ورجال ومرضى، وهذه وكلهم قاعدة يقولهم علي بن أبي طالب مثلا ناصري أو محب إلي، ها، تقبلها؟ لا. زين بعدين الله شو يقول له؟ يقول له وإن لم تفعل، شوف 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 شدة الكلام، ما عندنا مولانا الله يتكلم مع النبي بهذه الشدة. يقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني 23 سنة كلها تضيع إذا ما سويت يا رسول الله، شنو شو أسوي؟ ها، هو أن تقول هذه وتنصب علي بن أبي طالب وليا، ولهذا صعد على أقتاب الإبل زين، والناس حضور وجلوس، أو واحد قاعد يعيد الكلام. إيش قال النبي؟ من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا لا أنت يا رسول الله. بعد مرة، بعد مرة، 3 مرات قالوا ألا ألا فمن كنت مولاه فهذا علي، اللهم والي من وعادي من وانصر من واخذل من
وأدر معه الحق حيثما دار. علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي خير البشر ومن أباه فقد كفر. هذه المنزلة العظمى لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومن نزل النبي شقل الناس يقول لهم هنئوني هنئوني، تعال هنوني ترى أنا أكثر فرحان، هنئوني الحمد لله الذي جعل النبوة في والإمامة في علي. واضح مولانا؟ النبوة في رسول الله والإمامة في علي ولي الله. واضح حبيبي؟ هذا البيت الطاهر الزكي النقي وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الصفات اللي يحملها آل البيت عليهم السلام بقدر عظم صفاتهم وفضائلهم عندهم أعداء للداء. صح ولا؟ زين؟ الخير هو مولانا مو كلها ربعة. الخير إيش قد ما يصير خير عندهم جماعة ما يحبونه مو خيرين. واضح؟ لأن مولانا اللي قاتل الحق يعني شنو؟ باطل. أهل الباطل موجودين في كل مكان، برزوا للحسين عليه السلام في كربلاء. زين؟ ليش برزوا؟ ليش قاتلوا؟ ألي سنة غيرتها علما فلما تقاتلون؟ شنو الجواب؟ بغضا منا لأبيك، يعني حتى ذبح الحسين بغضا لعلي بن أبي طالب. شو مسوى علي بن أبي طالب؟ أنا ما أدري، يعني ما قام الدين وما استقام إلا بسيف علي. علي 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 كلها علي علي، بغضا لأبيك. وبالفعل ذهب الحسين، شاف أن الحق لا يعمل به. زين؟ والإسلام يحرف، والصلاة تصلى، صلاة الفجر تصلى 4 ركعات وأكثر. مولانا شاف تحريف بالدين، رأى من الواجب أن يتقدم الحسين عليه السلام، فتقدم الحسين، تقدم، نزل إلى ساحة الميدان، إلى ساحة الوغى، إلى كربلاء، وقدم خيرة أولاده وأصحابه. زين؟ وبني عمومته قدمهم الحسين إلى الله، يقول له إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. من جملتهم من؟ الغصن الأكبر للحسين عليه السلام، ياهو علي الأكبر. علي الأكبر، وما أدراك ما علي الأكبر؟ شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم الذي شهد الحسين في حقه. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. جد علي الأكبر كان شبيه لرسول الله بالخلق والخلق، وكان يحبه الحسين حبا جما إلى محبة خاصة. نصراني أراد أن يسلم، دخل على الحسين بالمدينة المنورة، فرأى رسول الله في عالم الرؤيا وأسلم على يد النبي في عالم الرؤيا. سأله الحسين، قال له أرأيت رسول الله في عالم الرؤيا؟ قال له بلى رأيته. قال له أتحب أن ترى رسول الله؟ قال له بلى أحب أن أرى رسول الله، بس الرسول متوفي كان ما موجود. زين؟ قال له عندي شبيه رسول الله. قالهم علي بولدي علي الأكبر، جيبوا علي الأكبر. جابوا علي الأكبر، بمجرد النظر إلى علي الأكبر أغمي على هذا النصراني الذي أسلم، أغمي عليه لشدة جماله، جدا كان جميل. يقول لما أفاق قال له شوف التعبير، قال له يا هذا، قال له بلى، قال له لو عندك ولد مثل هالولد، لو عندك ولد مثل هالولد هذا. شوف إيش قد كان جميل ووقر ونور. إذا عندك ولد مثل هذا الولد وتصيبه شوكة واحدة، شوكة، شو تسوي أنت؟ ما أنت صانع؟ الحسين سأله، شوف تعبير هذا النصراني، قال له شوف هذا جوابه، قال له أموت يا أبا عبد الله لو عندي ولد هيك أصيبه شوكة، أموت يا أبا عبد الله. قال له أترى ولدي هذا؟ الله يا أبا، إيش قد صبر عندك يا حسين، والله عجيب الحسين إخواني. قال له أترى ولدي هذا؟ قال له بلى. قال له أراه أمام عيني يقطع بالسيوف إربا إربا، قطعة قطعة. ها، وبالفعل لما أجى علي الأكبر يستأذن القتال من الحسين عليه السلام، شو تقول الرواية؟ تقول أرخى عينيه بالدموع، يعني أخذ بالبكاء ووصل إلى علي الأكبر، ضم علي الأكبر إلى صدره. أويلي من تلاقه وعند الوداع، ويا مشابق طول لما نم. الله، عندك ولد لو ما عندك ولد؟
الولد عزيز ترى. اي والله ادري. اي الله يساعد الامهات والاباء. اي والله الفاقدين اولاد. ها الله يحفظ اولادكم ان شاء الله. اويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لما هوو للقاع لاعبنا لبي والابو لا على وليده. اويلي وداعي لك شر يشم حسين خدبنا ويحبه. الله يا ابا عبد الله اذني له الحسين بالبراس. لكن الحسين اخذ يقرا اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا كلما اشتقنا الى رؤيه رسولك نظرنا الى وجه هذا الغلام. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم توجه الحسين إلى عمر بن سعد قال يا عمر بن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك وسلط الله من يذبحك على فراشك. عظم الله لكم الأجر. تقدم علي الأكبر إلى ساحة الميدان إلى ساحة الوغى يضربهم يمينا وشمالا ويرتجز ويقول أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمين علوي. وكان الحسين واقفا بباب خيمته يتلألأ وجهه وسرورا لشجاعة علي الأكبر وليلى تنظر إلى وجه أبي عبد الله. هنيان اللي يسجل اسمه الليلة رحم الله من بكى أو تباكى. لا تخجل ترى أيام الحسين هالأيام الله يعيدها علينا وعليكمها. وليلى تنظر إلى وجه الحسين بينما هو كذلك إذ تغير لون وجه أبي عبد الله. التفتت ليلى سيدي يا أبا عبد الله هل أصيب ولدي بمكروه. قال لا يا ليلى لكن برز إلي من يخاف منه عليه هذا بكر بن غانم بطل من الأبطال. ماذا أصنع أبا عبد الله ترى أنا أم الأمها أنا أم ولد. قال يا ليلى ادخلي إلى خيمتك وادعي لعلي. ماذا صنعت ليلى يا خلي الأمها تسمع عنها. خويا طبا يا طبت الخيمة الغريبة. انت امشي انت واسي انت خلي صوتك يعلو مع الزهراء. خويا طبيت لخيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة بالحسين حبيب الله والحسين. بالحسين وش ما به مصيبة يا راد يوسف من مغيبة لا يعقوب ومسدش النحيب. شو تريدين ليلى نحيبة نريد ان علي سالم تجيب. استجاب الله دعوة ليلى بكت ليلى حتى عظمي عليها. استجاب الله دعوة ليلى انتصر علي الأكبر على بكر حز رأسه جاء به إلى الحسين عليه السلام. أبا حسين صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا برز فصيدي الشجعان والأبطال. ماذا تريد ولدي علي؟ يا حسين شربة الميال الجبد. بالعافية والله عليك والله بالعافية عليك يا زهرة. أنت شوفيهم مولاتي شربة الميال الجبد أدقوا ورد للميدان وحدي. عندما الحسين عنده يطيها اسمعها قل له سهلة يا بويا طلبتك هاي. إذا ابنك طلب منك طلبة شلون ظلها؟ سهلة يا بويا طلبتك هاي لكن يا عقلي وماي عيناي
اصبر سيسقيك جدك بكأس الأوفى لا تظمأ بعدها أبدا. لكن والذي علم هذه ليلة أمك ليلة بالخيمة أدخل عليها مرمن عليها دخل علي الأكبر عندك أم لو ما عندك عزيزة عندك أدريها رآها مرمن رفع رأسها وضعها في حجر هاي الأم الأم إذا كانت تحت التراب نترحم عليها وضع رأسها في حجره أخذ يبكي علي الأكبر دموعه تتحادر على وجه ليلى ويا فكت عينها فكت عينها وشبكت ولد الوالدة يا يما أي والله أنا فكت عينها وشبكت ولد ترى والولد قطعة من جبد عظم الله لكم الأجر ودع أمه علي الأكبر وأباه الحسين عظم الله لكم الأجر نزل إلى ساحة الميدان إلى ساحة الوغى أعاد عليهم شجاعة أبيه وجده علي المرتضى يقول حبيب بن مسلم كان مر واقفا عندي قال والله سأثقلن به أبا قلت يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان ما سمع كلامي مر علينا علي الأكبر يضرد الكتائب مر علينا وإذ ضربه مرا برمح في خاصرته أين المنادي وعليا أعلى أعلى مع الزهرة مع الزهرة أيوة عليا أيوة سيدة خلي سمعوا صوتك العالم أعلى أعلى أيوة حسينة ثلاث مرات أيوة حس بعد مرة بعد مرة أيوة حس عظم الله لكم الأجر سقط علي الأكبر على طربوس الفرس أخذه إلى الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا سقط من على ظهر جواد وهو ينادي السلام عليك أبا يا حس سكينة تقول سكينة لما سمع والدي صوت أخي أخي علي ثلاث مرات سقط على الأرض ذهب إلى ولدي علي الأكبر ناموا يا وليد طول وطول يا بويا من سمع يمك وين عينك وين عينك أو من شبحة العين من موت عين هذا البيت يكسر قلبك عينك بويا للعشرين ما وصلت سنين رأى علي الأكبر يتبسم ويبكي يتبسم ولدي قل أما بكائي فلأني أرى جدتي فاطمة الزهراء الله ضارب على رأسها علي من الابتسامة قال أرى جدي رسول الله وبكأسه الأوفى لكن بويا أبا عبد الله عندي وصية شنو هاي الوصية أقولها يا شباب أقولها شنو الوصية وصية علي الأكبر وصيني بويا قلنا لا ماي لا ماي لا ماي يا بويا حضرت للكون لا ماي وبعد ساعة حير شلون لا ماي أقولها والله ما عندي قلبها شنو الوصية بس ترحم عليها تراها قلنا لا ماي لا ماي وصيت وياك دير العين هاي أم العزيزة شلون حالها من بعدها وصيت وياك دير العين لأمي أقول أنا ولا لأمي بويا عزيزة وبالربة تعبت علي مولا تعبت عليك لو ما تعبتها بويا عزيزة وبالربة تعبت علي عظم الله لكم الأجر بينما رأس علي الأكبر في حجر الحسين إذ شهق شهق علي الصوت عالي إلى النجفة وطابت روحه الطائرة أين المنادي وعليا أيوه
علي لا تخجل لا تخجل. حمله الحسين إلى خيم النساء، اجت ليلى وضعت رأسها على صدر ولدها علي. يما وصيت علي يا يما، هسه شوف الأم شلونها. قل لي يما وحميت وحميت يا الأكبر ما ذكرت أمك وحميت، عفتني من انكسر ظهري وحنيات يا الأكبر خضبت شيبي وحنيات وحنيات بدمك يا شباب الغاضري. شلون الولد تنساه أمه وما تنام لما مات نومه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يا كاشف السوء والبلوى، شافي وعافي كل مريض. يا الله من قصدناهم بالدعاء، عندنا مرضى إخواني خارج البلاد خارج الكويت، ويعني أمراض مستعصية، يعني أنا ما بدون ذكر الأسماء. نعم بارك الله فيكم، الله يمن عليهم بالشفاء العاجل بجاه محمد وآل محمد، بعلي الكربلاء زين العابدين. ادعوا لي أخي لأمي لأهلينا ذوينا من له حق علينا جميعا إن شاء الله. اللهم اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر. يا الله عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم. الفاتحة مع الصلوات.